السادة المحاضرين إلى الصعود إلى المنصة قصد الإجابة على انشغالات الحضور، فيتفضلوا مشكورين. سؤال الأول أستاذ الكاوي، السؤال المطروح هو ما هي محاسن وأضرار قانون مكافحة التزوير والاستعمال المزور بقانون خاص؟ فوائد وأضرار إفراد قانون مكافحة التزوير والاستعمال المزور بقانون خاص. أعود بالكرة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ومقال الله أعلم فرض الأجل كما يقال، ولكن من خلال تفحص لهذا القانون وحتى من خلال الدراسات المتعلقة بالقانون الجنائي، السؤال المطروح هو ما هي إيجابيات وسلبيات إفراد المشبه أو فرض القانون بقانون خاص؟ كما تعلمون أننا كما تحدثنا وقلنا بأن بهذا القانون أهداف، إذن تلك الأهداف تبرز لنا المزايا، وبالتالي سوف من بين أول المزايا أن مطبق القانون أو المتطلع على القانون أو الذي يمارس هذا القانون سوف لن يختلط عليه الأمر، وبالتالي يمكننا اللجوء ومعرفة كل الأحكام المتعلقة بالتزوير دون الخوض في غمار قانون العقوبات التي ربما بعض الأحكام تجدها في بداية القانون وبعض الأحكام تجدها في آخر القانون، وبالتالي بإفراد هذا القانون بقانون خاص يمكنك أن تتطلع على القانون بصفة دقيقة في صفحات معدودة. لماذا؟ كذلك نقطة أخرى متعلقة بأن هذا القانون جاء بعقوبات صارمة، وبالتالي وجب أن يتبين هذا الأمر لكل الممارسين هذا القانون، وكما تعلم بأنه لا يعذر بجهل القانون. أعتقد بأنه هذه من بين الإيجابيات التي حملها إفراد المشبه لهذا القانون بنصوص خاصة. أما من بين سلبيات هذا القانون، أعتقد بأنه إن كانت له سلبيات، وخاصة إن كانت هناك سلبيات عظيمة لما تبناه المشرع الجزائري بنص خاص ولا أبقاه ضمن قانون العقوبة. أعتقد بأن ربما السلبيات سوف تظهر في عند تطبيقه وفي قابل الأيام، ولن أكون سباقا لمعرفة هذه السلبيات إلا بعد تطبيقه. شكرا لك سيدي.